السيد رئيس الوزراء ذهب إلى واشنطن، كانت مفاوضات جيدة وحلوا موضوع السكر ضريبة من 140 إلى 20%. السوق إيش بيستقر؟ نعم. زين استقر فترة. بنك المركزي العراقي يابا روح تفاوض ويا أمريكا، قولها عندي تجارة ويا إيران، عندي تجارة مع سوريا، هاي دول المنطقة كلها نجحت بهاي العملية، كلها قاطبة تركيا وعمان كلهم عندهم تجارة ويا إيران، حولوها رسمية، لا يعطون دولار ولا عملتهم، هذا يعطي ذهب، هذا يعطي تجارة، هذا يحول لهم بضاعة ومشت الأمور. زين. ماكو يقولون لأمريكا إحنا ما عندنا تجارة ويا إيران وسوريا، هاي بنك المركزي. أمريكا تقولهم صدق ما عندكم، لعد أنا ما أقدر أعطيكم أي كاش، لأن إذا أزم الكاش يتهرب لإيران وسوريا، ليش يكذب؟ وعليه من تكذب. بالنتيجة حقيقة البنك المركزي العراقي صدر قرار قال أنا بعد الدولار ما أنطي للشركات الصرفة، أنطي فقط بالمطار. طبعا أنا أعتقد جزء كبير من الدولار اللي يسلم للشركات الصرفة ويذهب لتغذية السوق الموازي، وهذا مو خطأ. صح أكو هامش ربح، لكن أنا أقول لك إحنا عندنا طلب ما معالج. يعني يوم واحد يستورد من إيران يقول له ممنوع، زين وزارة التجارة تقول مو ممنوع، الحدود مفتوحة، فأكو التضارب بالدولة العراقية.